السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال محرج يطرح علي كثيرا لكن لا بد أن أجيب عليه. يقول السائل: ما حكم أن يرضع الرجل أو الزوج ثدي زوجتي؟ فأقول: يا أخي الكريم، العلماء قالوا في هذه المسألة قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. والمعروف في السنة أنه شيئان محرمان في العلاقة الزوجية. أولا الدبر، هذا أمر محرم. ثانيا وقت الحيض، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته في وقت الحيض. أما ما دون ذلك فجائز، حلال حلال حلال. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم.